إنك حميد مجيد، الله أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، وعبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم وتولى أمرهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا بهم رؤوفا رحيما يا رب العالمين، اللهم بما في اموالنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ رجال امننا والمرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم بحفظك لهم برعايتك وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وانصرهم نصرك المؤزر المبين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الوطن والرضا، نسألك العلم لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.
Thank you.
Allah.